رشا مناخ ليمي نيوز. انتظرونا. السلام عليكم. إيمانا منا بدور لجنة العلاقات الخارجية في إعطاء إشعاع للقضية الريفية، التعريف بها والعمل على تمثيل الشعب الريفي والقضية الريفية على أحسن وجه في المحافل الدولية، وتكريسا للمسار السياسي والدبلوماسي الذي عمل عليه الحزب الوطني الريفي من أجل بناء علاقات أخوية بين الشعب الريفي والشعوب الإفريقية والشمال إفريقيا، خاصة والتي نعتز بالانتماء إليها ونبحث عن سبل التنسيق معها والمشاركة بدورنا في تعزيز الأمن، الازدهار والاستقرار فيها، إقرارا منا بقيمة العلاقة التاريخية والاجتماعية وكذا قواسم الدم، العرق والأرض التي تربط الشعبين الريفي والجزائري. ستتجلى الأهداف الرئيسية لأعمال هذا المكتب أيضا باعتباره لجنة منبثقة عن المجلس الوطني الريفي في تقوية العلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الريفي والجزائري والمبنية على التنسيق والتناسق في الأفكار والأهداف لما فيه خير للشعبين الشقيقين وللمنطقة أجمع. بهذه المناسبة الهامة وباسمنا كأعضاء في المجلس الوطني وكافة أعضاء ومنخرطي الحزب الوطني الريفي والشعب الريفي قاطبة
في أرض الوطن والشتات لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبا على حسن الاستضافة والاستقبال، وهذا ليس غريبا عن مكة الثوار التي لم تتوانى قط عن دعم كافة حركات التحرر في العالم كما وصفها زعيم الحزب الإفريقي أملاك. لإيصال مفاهيم الحزب. الجزائر ويحيى الحزب الوطني الريفي، والسلام عليكم ورحمة الله. رشا مناخ لمن يوسف انتظرونا.